والصباح الخير عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، مرحبا بكم في فلوج جديد ومرحبا بكم في نهار جديد. اش كتعاودوا؟ اموركم مزيان؟ اختي اليوم فايقه بكري، 9 ديال الصباح هذه هي بكري عندي. لقيتوني يلاه فطرت وغادي نخرجوا. شوفوا لي بعدا كي خليت الدار صناد، الحوايج كلشي مرون. اليوم اختي لاعب المنتخب المغربي وضروري نمشيو للقهوه عاوتاني ونتفرجوا مجموعين. غير فقت وفطرت، ما جمعت لا دار لا حتى شي حاجه، فطرنا بالزربه. راكم عارفين نهار كيكون شي ماتش ولا سورتو ديال المغرب اختي، راه كيكونوا القهاوي عامرين مطرطقين. ايوا صافي، فطرنا بدلنا حوايجنا بالزربه. كنتسنى رضا يجيب غير الطوموبيل كيستاسيوني شويه لتحت باش نهبط. اليوم صابح واحد الجو ما نقولش لكم، عرفتي الشتيوه. فقنا الصباح لقينا الشتا كطيح، يا ربي اليوم ما تحبش الشتا، ما تحبش بعد ما تحبش تبقى غير طيح هاد الشتا هادي. الله يعطيها لنا على قد النفع. والله الا هاد الجو هذا غزال، ويا ربي اليوم تكون فرحتين، الفرحه ديال الشتا اختي والفرحه حتى ديال المنتخب يربح لينا. يلا البنات باش ما نتعطلش على رضا، غادي نمشي. انا راه مكبطه جاكيت تيرا فين محطوطه صاكي. صافي لبست حويجاتي، لبست غير هاد بحال كاتمه هكا خفيفه باش اختي نشجعو مزيان نغوتو بحال الفيديو اللي فات. نسيت ما قلتش لكم، هاد المره هادي غيمشي يتفرج معنا صاحب رضا ومراته وبنيته ديالو، كيسكنوا في تمهره. غادي نمشيو ندوزو عليهم هما الاولين، ندوزو على شيماء وماماها، ومن بعد حتى يخرج راجلها من الخدمه وديك الساعه يلحق علينا. المهم غادي نمشيو دابا نهزو شيماء وما يساء الغزي ولا المهم دابا نصورهم لكم، وديك الساعه غادي نمشيو باش نتفرجوا وها نتوما معنا. يلا البنات ما تزابيو حتى شي حاجه، خليكم معنا. والا مازال ما لايكيتيش الفيديو اختي ولا ما درتيش سبسكرايب، ديري هذا باش ما تنسياش. يلا البنات ها نتوما معنا. ميساء فين غادي تتفرجي؟ واه هضري من المغرب. قولي المغربي شكون غادي يربح؟ المغرب. قولي بالجد مغربي. المغربي هو اللي غادي يربح. شيماء مالكي مدرقه؟ قولي هاي غندوزك في الفلوق. ميساء قولي الي مغرب، الي الي وكل ما نعطيكش داك الشيء. يلا قول الي مغرب. حشمانة صراحة شتيوة اليوم. ماما نطلق نطلق. شنو غتطلقي؟ غادي تمشي ليك. امشي ليا الفوق. شكون يشراها لك؟ انشو. هاي 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 هاي. ما بعطاني فلوس شريتيها. زوين اختي. يلا هاكي حتى ندخلوه الساعه. صافي سيري سيري دغيا دغيا. يلا ميساء سيري سيري شدينا البلاصة. ودابا البنات لقيتونا يلا دخلنا، جينا لواحد القهوة كاينة فرهورة أنا وصاحب زي كتبش مزيان وبنتها، جينا باش نشدو بلاصه شويه بكري باش منين يبدا الماتش ما تكونش الدنيا عامره وعاد غادي يلحق علينا راجلها غادي يجي من الخمام ويلحق علينا. يلا ها نتوما معانا.
الاحتفالات. ودابا البنات من بعد ما سال الماتش وبقينا شي شويه تما كيف ما شفتوا حدا هروره حيتونا دابا جينا باش نتعشاو عرفتي فينا الموت ديال الجوع صراحه ملي فطرنا الصباح والله ما كاينه شي حاجه خدينا غير كافي كريم تما وصافي دونك ما كلينا حتى شي حاجه دابا اختي عاد جينا باش نتعشاو فينا الموت الجوع وديك الساعه نمشي للدار جينا هنايا لواحد غير طون كاين في السونتر ديال تمارا صراحه عندهم لي بيتزا وديك الشيء زوين المهم غادي نتعشاو وغادي نمشيو وانتوما معايا اختي فنكمل معكم الفيديو خليكم معايا صباح الخير عليكم البنات كيف دايرين اختي لاباس عليكم البارح غبرت عليكم ما كملتش الفلوغ من مورا ما تعشينا صراحه كنا كاو عرفتوا والله الا جينا للدار صافي بدلنا حويجاتنا كان بعدا واحد البرد البارح ما يمكنش عرفتوا كان الموت البرد مع ديك الشتيوة اللي طاحت ايوا صافي دخلنا اختي للدار عيانين كاو بدلت حويجاتي ومشينا نيشان نعسو والله الا كنا عيانين مع الفرحه ومع الغوات وداك التشجيعات وعرفتو اليوم صبحنا فرحانين صراحه بجوج ديال الحوايج الربح ديال المنتخب وداك الشتيوه الحمد لله اللي طحت عليها واخا اختي مازال خاصانه الشتيوه مازال ما كرهناش الله يسقينا من عنده اليوم اختي جيت غير سد معاك هذا الفلوغ هذا ما بغيتش نخلي لكم الفلوغ بحال هكا ما سديتوش معاكم بقيتوني دابا يلاه فقت صباح الموت ديال البرد راني مكبطه ايوا صافي شوفوا الفطور باقي محطوط هنايا يلاه فطرنا دابا فقنا صراحه معطلين يلاه فقنا وفطرنا وصافي غادي نجمع الروينه ونمشي نشوف شنو غادي ندير اليوم جمعه مباركه اليوم الجمعه جيت البنات نسد معكم هذا الفلوغ نتمنى الفلوغ ديال اليوم يكون عجبكم يكون خفيف ظريف على قلبكم ما تنساونيش اختي بلي لايك ولي جيم ديالكم باش ما نبقاش نغبر عليكم ونشارك معكم ديما الجديد يلا البنات كنقول لكم سلامه عليكم ونتلاقاو اختي في فيديو جديد باي باي.